matrices المصفوفات. عندنا هنا definition، هذا اختصار ل definition. definition تعريف. إذن هنا على الهامش إذن هنا يا جماعة هذا اختصار إلى definition. طيب إيش المقصود بالماتريكس؟ definition any rectangular array of numbers is called a matrix. إذا بحكي له هنا any أي مستطيل بيحتوي على أعداد، لازم تكون هذه الأعداد array، array يعني منظمة أو مرتبة، تمام؟ أي مستطيل بيحتوي على أعداد منظمة أو مرتبة يطلق عليه مسمى matrix، زي ما موجود عندنا هنا بالإكزامبل بالأسفل. لاحظ عندك هنا مستطيل، لاحظ بيحتوي على أعداد بشكل مرتب أو بشكل منظم. كيف ممكن تسأل كيف يعني منظم أو مرتب؟ لاحظ أنها موجودة ضمن خطوط أفقية وضمن خطوط عمودية، يعني بتلاحظ أنها ليست مبعثرة أو أنها ليست أعداد موجودة بشكل عشوائي، إنما تلاحظ أنها مرتبة على شكل horizontal line، horizontal lines و vertical lines. أيضا لاحظ المستطيل الثاني هو عبارة عن ماتريكس، لأنه واضح هو مرتب على شكل horizontal lines و vertical lines. طيب we denote matrices by capital A, capital B, capital C, etc. إذن أنا هنا كيف بدل على المصفوفات؟ كيف أنا بدي أرمز؟ إيش الرمز بستخدمه أنا للماتريكس؟ أو كيف بدي أميز ماتريكس عن ماتريكس؟ بستخدم هذه الرموز capital A, capital B, capital C إلى آخره. طبعا يا جماعة إذا أثناء الشرح إذا في إشي مش واضح بإمكانك إنك ترفع إيدك. طيب remark، عندنا هنا ملاحظة the size of a matrix is described in terms of the number of rows horizontal lines and columns vertical lines it contains. إذا هنا شو بحكي لنا؟ بحكي لنا إنه الماتريكس في له size، في له حجم. طب كيف بدي أعرف الحجم للماتريكس؟ بيكون باستخدام الهوريزنتال لاينز، الخطوط الافقيه اللي انا بسميها روز. اذا معناته هنا لو سالتك كم عدد الروز راح تحكي لي اثنين، لانه عدد الهوريزنتال لاينز هم اثنين. اذا يا جماعه الصفوف هم عباره عن الخطوط الافقيه. طيب وايضا الماتريكس عندنا هنا له كولومز. ايش هم الكولومز؟ هم عباره عن الفيرتيكال لاينز. بالتالي لو مرة ثانية لو حكينا كم روز لهذا الماتريكس، الماتريكس A راح تحكي لي اثنين، وكم عدد الكولومز راح تحكي لي ثلاثة أعمدة. نفس الشيء بالنسبة إلى الماتريكس B، بنلاحظ هون عندنا عدد الروز هم عبارة عن ثلاث وعدد الكولومز هم عبارة عن اثنين. الحين ممكن تسأل إنه طب كيف أنا بدي أوجد السايز؟ السايز هو بيعتمد على عدد الروز وعلى عدد الكولومز. يعني معناته هون لو أجينا على الماتريكس A كيف أوجد السايز له؟ The matrix A has two rows and three columns, so its size is 2 by 3, written 2 by 3. إذا معناته يا جماعة سايز الماتريكس A هو عبارة عن 2 by 3. إيش هو 2 مرة ثانية؟ اللي هو عبارة عن عدد الروز. طب إيش هي 3؟ عدد الكولومز. وبالتالي نستخدم هذا الرمز الكروس. طب هذا الكروس شو يقرأ؟ يقرأ باي. بالتالي وجهنا هنا سألنا كرم دكتور. اي كرم، لو سألناك الماتريكس بيم ايش السايز إلهم؟ السايز قصدك رو اللي هو الكولومز اللي هو اعتقد 2 يا دكتور، روز 3 من خط افقي، لو نضربهم 2 في 3 بيطلعوا 6 يا دكتور. لا مش ما هي ليست عن الضرب، يعني هذه الإشارة ليست ضرب يا كرم، أوكي؟ هذه فقط عبارة عن رمز. تمام. ف
فبالتالي هون الماتريكس بيم بنقول السايز اللي هو 3 باي 2 فقط بهذا الشكل. طيب اذا هذا بالنسبه الى السايز. ريمارك: A matrix M is called square if the number of rows equal the number of columns. اذا هنا بيحكي لنا الماتريكس M متى يسمى square، يعني ليس متى تسمى مربعة، يعني متى تسمى مصفوفة مربعة. If اذا كان عدد الروز مساوي لعدد الكولومز، اذا كان عدد الصفوف مساوي لعدد الأعمدة. بالتالي إذا كان عدد الصفوف مساوي لعدد الأعمدة فبالتالي تسمى سكوير. طيب لو جينا للماتريكس الموجود بالأعلى، لو سألنا حسام الدين، حاضر دكتور، لو سألنا حسام الدين هل الماتريكس A سكوير يا حسام؟ لا دكتور، لأنه 3 على 2، لأنه عدد الصفوف مختلف عن عدد الأعمدة. عندك 2 باي 3، يعني بداية أنا بقرأ الروز، بداية بقرأ الروز بعدين بقرأ الكولومز، بالتالي هنا عندك أنت عدد الروز 2 وعدد الكولومز هم عبارة عن 3، بالتالي هي ليست سكوير لأنهم اختلفوا. وأيضا الماتريكس بي واضح أنهم الماتريكس ليست سكوير. لكن لو اجينا هون على الجزء الموجود بالايمن، لو اجينا على هذا الماتريكس، شو رايك هل هذا سكوير؟ طيب حسام، دكتور لانه 2 على 2، ممتاز، اذا هو عباره عن 2 باي 2 بالتالي بيكون متساويات، اذا هذا تسمى سكوير. طيب ان جنرال فورم، الشكل العام، ان جنرال فورم اللي هو الموجود امامنا، انه الماتريكس عندك هون المدخلات، هذا بنسميهم انتريز، انتريز مدخلات A11 A12 A1N A21 A22 A2N AN1 AN2 ANN. طيب ممكن تسأل طب ايش هذه ال 11، ايش هذه ال 12، ايش ال 1N الى اخره. بالنسبه لل 11 وال 12 الى اخره هذا بنسميه الاندكس نمبر، اذا هذا بسموه الاندكس نمبر لهذا الموقع، يعني هذا العنصر له موقع والاندكس نمبر له هذا الموجود انا عندي بالاسفل. طيب شو بتعني 11؟ معناته انه هذا العنصر هو موجود بالفيرست رو وموجود بالفيرست كولوم. طيب ال A12 شو بتعني؟ معناته انه هذا العنصر هو موجود بالفيرست رو والسكند كولوم. ال A21 معناته انه هذا العنصر هو موجود بالسكند رو وبالفيرست كولوم الى اخره. بالتالي اذا بتلاحظ هنا انه عدد الروز هو عباره عن ان، ليش ان؟ نلاحظ عندك هنا 1 بعدين صار 2 3 4، اذا هنا صار عندك هنا اخر صف اللي هو عباره عن ان. يعني لاحظ هنا الاندكس نمبر الجزء الاول زي ما حكينا هو بيعبر عن الرو، عن عدد الرو. بالتالي الرو هون عندك 1، هون الرو 2، هون الرو ان، بالتالي عندك عدد الروز هم عباره عن ان. الجزء الثاني من العدد هو زي ما حكينا بيعبر عن الكولوم، يعني لاحظ هون عندك 1 بعدين صار 2 3، اذا هون صار عندك عدد الكولومز هو عباره عن ان. بالتالي يا جماعه الماتريكس A الموجود امامنا السايز له هو عباره عن ان باي ان، اذا هو عباره عن سكوير ماتريكس. بالتالي هذا يسمى سكوير ماتريكس اوف اوردر ان، من الرتبه ان. بالتالي اذا مر معنا بالمحاضرات الجايه ماتريكس، لو قلت لك ماتريكس ام اوف اوردر 3، فانت تلقائيا راح تعرف انه السايز له هو عباره عن 3 باي 3. لما احكي اوف اوردر 4 فانت تلقائيا راح تحكي انه هو السايز له هو عباره عن 4 باي 4. اوكي يا جماعه، اذا مصطلح الاوردر هو بيكون فقط مع السكوير ماتريكس. يعني هون لو اجيت سالتك كم الاوردر للماتريكس A، راح تحكي له هو عباره عن 2. لكن لو جيت سألتك كم الأوردر للماتريكس M بهذا الإكزامبل، راح تحكي لي ما في له أوردر. طب ليش ما في، ليش ما في له أوردر؟ لأنه ليس سكوير ماتريكس. أيضا الماتريكس B ما في له أوردر لأنه ليس سكوير ماتريكس. إذا معناته مصطلح الأوردر هو فقط بيكون مع
الاوردر بيكون فقط مع السكوير ماتريكس. طيب بالنسبه للعناصر الـ A11 والـ A22 والـ ANN هذه تسمى المين دياجونال اوف M، يعني هذول انا بسميهم القطر الرئيسي للماتريكس M، القطر الرئيسي للماتريكس M. بالتالي لو جيت سالتك هون ايش هو المين دياجونال للماتريكس A راح تحكي لي هو 3 و9. لو سالتك هون بالاكزامبل الاول ايش المين دياجونال راح تحكي لي ما في عندي مين دياجونال. طب ليش؟ لانه هو ليس سكوير ماتريكس. اذا معناته يا جماعه مره ثانيه السكوير ماتريكس في إلها مين دياجونال، ومصطلح الاوردر بيكون مرتبط مع السكوير ماتريكس. تفضل يا محمد. دكتور تفضل. معلش والله اغلبك، بدي تعيد لي النقطه اللي قبلها اللي هي الاوردر. نعم، بالنسبه للاوردر، الاوردر هذه فقط بتكون مع السكوير ماتريكس. يعني لما اقول لك انا ماتريكس اوف اوردر 3، انت بتكون عارف السايز هو عباره عن 3 باي 3. اذا قلت لك اوف اوردر 4، يعني مرت معك مصطلح اوف اوردر 4، انت بتكون عارف انه السايز هو 4 باي 4. واضح يا محمد ولا لا؟ محمد. دكتور. وضحت؟ لما تحكي لي اوردر باي 4 يعني بيكون عدد الروز والكولمز 4 متساويين. ممتاز، بكون عدد الروز والكولومز متساويين. لما اقول هنا اوردر ان، معناته هاي السايز عندك ان باي ان، انه عدد الروز ان وعدد الكولومز ايضا ان. تمام دكتور. تمام. طيب ديفينيشن اخر، two matrices A and B are equal if they have the same size and their corresponding entries are equal. إذا هنا بحكينا متى الماتريكس A والماتريكس B بيكونوا equal، متى بيكونوا متساويين، لازم يتحقق عندي شرطين. طب إيش هم الشرطين؟ الشرط الأول لازم يكون لهم نفس السايز، they have the same size، يعني لازم الماتريكس A والماتريكس B يكون لهم نفس السايز. طب ايش الشرط الثاني؟ الشرط الثاني their corresponding entries are equal، يعني لازم المدخلات المتقابله لهم لازم تكون متساويه. هاي الشرط الاول والشرط الثاني. اذا تحقق الشرط الاول وتحقق الشرط الثاني، بالتالي بحكي الـ A والـ B هم عباره عن equal. طبعا اذا كان واحد فيهم غير متحقق على الاكيد هم ليسوا equal، not equal. example، معطيك الماتريكس الأول equal الماتريكس الثاني، بالتالي أنا تلقائيا لازم أكون عارف إنه إلهم نفس السايز وإنه المدخلات المتقابلة متساوية. واضح عندك الماتريكس الأول السايز 2 by 2، الماتريكس الثاني السايز أيضا هو عبارة عن 2 by 2. العناصر المتقابلة لاحظ هون 1 1، 2 2، 3 3، وبالتالي هنا -5x. إذن هون إذا سألتك إيش هي قيمة الإكس راح تحكي لي هي عبارة عن -5. الإكزامبل الثاني معطيك الماتريكس A والماتريكس B، وبحكي إن هما not equal. طبعاً شو السبب؟ طبعاً واضح إنه إلهم نفس السايز، لكن المشكلة إنه عندك هون الأربعة العنصر المقابل إله هو -4. إذن هون عندك عنصرين متقابلين مختلفين، فبالتالي الـ A هو not equal B. الاكزامبل اللي بعده معطيك الماتريكس ام ومعطيك الماتريكس بي، وهنا انه الاي نوت ايكوال بي. طبعا السبب انه واضح انه سايز الماتريكس اي هو مختلف عن سايز الماتريكس بي. ديفينيشن، ا ماتريكس اوم از كولد زيرو اف اول اتس انتريز ار زيرو. اذا هنا بيحكي لنا انه الماتريكس اوم بسميها زيرو ماتريكس، مصفوفة صفرية، إذا كانت كل المدخلات زيرو. يعني إذا كان جميع المدخلات هي عبارة عن زيرو، فبالتالي تسمى زيرو ماتريكس، زي موجود أمامنا هنا بالإكزامبل. لاحظ عندك الماتريكس الأول جميع المدخلات زيرو، الماتريكس الثاني جميع المدخلات زيرو، فبالتالي
الماتريكس الأول والثاني بنسميهم زيرو ماتريكس. طبعاً بغض النظر يا جماعة عن السايز، يعني مش بالضرورة تكون سكوير، ممكن تكون سكوير، ممكن تكون نوت سكوير. If A and B are matrices of the same size, then the sum A plus B is the matrix obtained by adding the corresponding entries of A and B. إذن هنا يا جماعة متى بقدر أجمع الماتريكس A مع الماتريكس B؟ لازم يتوفر عندي شرط واحد فقط. طب إيش هو الشرط؟ إنه لازم يكون إلهم نفس السايز. أي A and B are matrices of the same size. فقط شرط واحد. إذا كان الـ A والـ B هم إلهم نفس السايز، فبالتالي بقدر أجمع الـ A مع الـ B. الحين السؤال، طب كيف أنا بدي أجمع A مع B؟ هي معطينا هنا تكملة الـ definition، إنه الـ A plus B is the matrix. إذن دائماً ناتج، يعني ماتريكس A زائد ماتريكس B دائماً الناتج هو عبارة عن ماتريكس. طب هذا الماتريكس كيف بدي أحصل عليه؟ obtained نحصل عليه by adding the corresponding entries of A and B، عن طريق إضافة المدخلات المتقابلة للـ A والـ B. يعني أنا عندي عناصر متقابلة في الـ A والـ B، فقط بجمعهم. لما أجمعهم بتكون عندي الماتريكس A plus B. طب example توضيحي، consider the matrices، معطيك هنا الـ A مدخلات 2 1 minus 5 0، معطيك الـ B مدخلات 0 4 7 8، معطيك الـ C مدخلات 1 3 4 5 2 سالب 3. المطلوب إيجاد الـ A plus B والـ A minus B. طبعا الجمع والطرح يا جماعة نفس الشرط، إنه لازم يكون الـ A والـ B إلهم نفس السايز. طيب كيف بدي اجمع مرة ثانية الـ A والـ B؟ باجي هنا بكتب الماتريكس A، هنا الماتريكس B، وباجي يا جماعة بجمع المدخلات المتقابلة 2 زائد 0 2، 1 زائد 4 5، سالب 5 زائد 7 2، 0 زائد 8 8. إذا الماتريكس الناتج هو عبارة عن الـ A بلس B. الـ A ماينس B 2 ماينس 0 2، 1 ماينس 4 ماينس 3، ماينس 5 ماينس 7 ماينس 12، 0 ماينس 8 ماينس 8. إذا معناته الناتج هو عبارة عن الـ A ماينس B. مرة ثانية حكينا ليش إنه الـ A بلس B والـ A ماينس B هم عبارة عن ديفايند معرفات، لأنه الـ A والـ B نفس السايز. لكن لاحظ هون لو أنا بدي أجمع الـ A مع الـ C مثلاً، أو الـ A ناقص C، أو بدي أجمع الـ B مع الـ C، أو الـ B ناقص C، are undefined، يعني بيكونوا غير معرفات. كيف يعني غير معرفات؟ يعني ما في ماتريكس، ما في ناتج. طيب شو السبب؟ السبب إنه الـ A والـ C السايز إلهم مختلف، لأن الماتريكس A السايز إله 2 by 2 والـ C السايز إله 2 by 3، وايضا ما بين البي والسيم السايز مختلف ما بينهم. Definition: if A is any matrix and C is any scalar, then the product CA is the matrix obtained by multiplying each entry of the matrix A by C. إذن هنا بحكي لنا إنه متى أنا أو كيف بدي أوجد ناتج لسكيلر C بالماتريكس A. طبعاً لما نقول سكيلر C إنه C C هو عبارة عن سكيلر، معناته هو عبارة عن كونستنت. يعني ممكن أستخدم مصطلح سكيلر أو مصطلح كونستنت. لاحظ هنا إنه ما في عندي شرط على الماتريكس A، من حكينا هنا الـ A is any matrix. طيب كيف بدي أضرب السكيلر C بالماتريكس A؟ معطينا هنا multiplying each entry of the matrix A by C، إنه هنا أنا جميع مدخلات الماتريكس A بدي تنضرب بالسكيلر C.
يعني أنا هان إذا ضربت جميع مدخلات الماتريكس M بالسكيلر C، بالتالي أنا بحصل على CM. طب example توضيحي، example FA equal 357 minus 406 find 2M minus M 1 على 2M. بالتالي بداية بدي أوجد 2M، إذا معناته الاثنين بدي أدخلها على جميع مدخلات الماتريكس M، يعني 2 ضرب 3 6، 2 ضرب 5 10، 2 ضرب 7 14، 2 ضرب سالب 4 سالب 8، 2 ضرب 0 0، 2 ضرب 6 12. أوكي، إذا هذا الماتريكس هو عبارة عن الاثنين M. نفس الإشي، كيف بدي أوجد أنا الماينس M؟ بدخل الماينس على جميع مدخلات الماتريكس M، فعندك هنا لم يدخل على الثلاث ماينس ثلاث، على الخمسة ماينس خمسة، على السبعة ماينس سبعة، على الماينس أربعة أربعة، زيرو زيرو، على الستة ماينس ستة. بالتالي الماتريكس الناتج هو عبارة عن ماينس M. نفس الإشي واحد على اثنين M، إنه واحد على اثنين بدخل على جميع مدخلات الماتريكس M، فواحد على اثنين ضرب ثلاث اللي هو ثلاثة على اثنين، واحد على اثنين ضرب خمسة خمسة على اثنين، واحد على اثنين ضرب سبعة سبعة على اثنين، واحد على اثنين ضرب سالب أربعة اللي هو عبارة عن سالب اثنين، واحد على اثنين ضرب زيرو زيرو، واحد على اثنين ضرب ستة هو عبارة عن ثلاث. إذا هذا عبارة عن كيف بدي أوجد حاصل ضرب ما بين السكيلر والماتريكس إيه.